تشكلت هذه المنطقة بعد الفيضان الكبير الذي حدث في عهد سيدنا نوح عليه السلام. وصل الإسلام إلى هذه المنطقة عام 639 للميلاد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تقع سان لأورفا على بعد حوالي 1274 كيلومترا من اسطنبول. جاء هذا الاسم من كلمة تعني يضرب، وأول من تفوه بهذه الكلمة هو الملك البابلي نمرود عندما هاجمته بعوضة دخلت في أذنه، فقد صرخ الملك آنذاك قائلا: اضربوا اضربوا اضربوا، وكان بذلك يأمر وزراءه ليضربوا رأسه لأنه لم يحتمل الألم الذي سببته له البعوضة. وأطلق هذا الاسم على المنطقة من حينها، لكنه تغير مع الزمن حتى أصبح اليوم يعرف باسم سان لأورفا. تعتبر سان لأورفا في تركيا مدينة الأنبياء، لأن بعض الأنبياء وضعوا أقدامهم فعلا على تراب هذه المدينة، والنبي إبراهيم عليه السلام مثال واضح على ذلك. يقال إن سيدنا إبراهيم ولد في مغارة، وتلك المغارة صارت اليوم جزءا من أحد المساجد، وقيل إنه عاش في المغارة حتى أصبح عمره 7 سنوات. هذا هو المسجد والمغارة التي ولد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويجيء كثير من السياح لزيارة هذا المكان. وإضافة إلى الأهمية التاريخية، يلعب الفن المعماري الجميل والمتميز لمسجد مفلدي هلل دورا هاما في قدوم السياح أسبوعا بعد الآخر. ويقال إن مكان ميلاد سيدنا إبراهيم هو في قرية زراعية في غراب في العراق. المغارة ضيقة ولا تتسع إلا لبعض الأشخاص في آن واحد. وماء النبع المنحبس يشكل بركة صغيرة في المغارة، ويقول أهل المنطقة إن ماء النبع يشفي من الأمراض. وتروي السيرة أن الملك نمرود كان العدو اللدود لسيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا هو المكان الذي يقال بأن الملك نمرود أقام فيه المحرقة الكبيرة لحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام. لكن أمنية نمرود لم تتحقق، فقد حدثت معجزة إلهية نجت سيدنا إبراهيم من النار، وأصبحت النار المشتعلة ولهبها المتطاير باردة على حين فجأة، وتحولت إلى ماء بينما تحول الحطب إلى سمك. يعيش الآلاف من السمك النقي في بحيرة خليل الرحمن وفي بحيرة عين زليخ التي تقع في مجمع خليل الرحمن السياحي. هذا المجمع الذي يشتمل على مسجد وبيت للصلاة ومقبرة أقيمت عام 1211 وأمر بإقامته من قبل حاكم تلك الفترة مالك أشرف مظفر الدين. هذه آثار تاريخية أخرى في سان لأورفا، ويقول سكان المنطقة إن الآثار هي عرش نمرود الموجود على قمة إحدى التلال، ووجود عرش نمرود على قمة التلة يدل على غروره. ويقال إنه عثر على قصر نمرود في قرية غراب الزراعية في العراق، وهذا القصر بني على تلة أيضا. فمن هو نمرود؟ كان نمرود أو نمروز بن كنعان ملكا بابليا، وكانت الإمبراطورية البابلية إمبراطورية شاسعة تهيمن على جزء كبير من مناطق الشرق الأقصى والشرق الأوسط قبل حوالي 4000 سنة. وكانت بابل هي العاصمة لهذه الإمبراطورية، وتقع الآن على ضفة نهر الفرات في العراق. كان البابليون شعبا لديه تطور مادي، وذلك التطور المادي لا يضاهيه تطور آخر في تلك الفترة، وزاد ذلك من غطرسة نمرود. ورغم أنهم كانوا ماهرين جدا بالتعامل مع المواد والطبيعة، إلا أنهم أهملوا التطور الروحي، فقد ضحوا بالإيمان والأخلاق في سبيل الثروة ومغريات الدنيا. أما الفقراء والضعفاء فظلوا يكدون تحت ظلم نمرود وحاشيته. كان نمرود ملكا ظالما استغل سلطته لجلب المعاناة إلى شعبه، وكان يجب أن تطاع كل أوامره، وكان يقتل كل من يخالف ذلك. يوجد خلف هذا المكان مبنى يشبه المنزل الصغير، وهو بحالة جيدة جدا مقارنة مع الآثار الأخرى في المنطقة.
ربما كان هذا المنخفض مجرا لماء أحد الينابيع الذي ينتهي عند هذه الحاوية الحجرية، وتدل الحاوية على أن البابليين كانوا ذات يوم ماهرين في قطع الحجارة وتشكيلها. معظم الآثار هنا لم يتم تفحصها حتى اليوم، وعلاوة على ذلك لم تجرى أي دراسة علمية أو أثرية على هذا المكان. يعتقد أن هذه الصخور هي بقايا لقنوات يسير فيها الماء من النبع إلى القصر، ونظام الري هذا مثال على مستوى التقدم الذي كان عليه البابليون. كان النمرود يتمتع بسلطة كبيرة جدا، واستسلم شعبه لأوامره دون تذمر بسبب الجهل والخوف وضعف الإرادة، وكان مجرد ذكر اسمه كافيا لتخويف البابليين وغيرهم ممن كانوا يحتكون بهم. والشخص الوحيد الشجاع الذي وقف وتحدى نمرود ودعاه إلى الإسلام هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن نمرود لم يصغي للنبي ولا إلى دعوته. سيكوفتي هو اسم لأكلة أو عجبة شعبية تركية تشتهر بها منطقة سان لأورفا بشكل خاص، وعناصرها هي لحم البقر وورق الكزبرة والبصل والطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الأسود والتوابل. وهذه الأكلة مشهورة في المدن الأخرى بحيث أنها تقدم في المطاعم والفنادق الفاخرة. يقول أهل المنطقة إن لهذه الأكلة علاقة بقصة محاولة حرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسميت بهذا الاسم لأن اللحم فيها لا يطهى باستعمال النار، ويقال إن هذه القرية ظلت بلا نار لمدة 7 سنوات من وقت محاولة حرق سيدنا إبراهيم، وكان على الناس آنذاك البحث عن بديل آخر لطهي الطعام بسبب عدم وجود النار. هناك روايتان تتناولان عدم وجود النار لوقت طويل في هذه القرية. تقول الأولى إن الملك نمرود أمر جنوده بجمع الحطب لإعداد نار هائلة كي يحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقام الجنود بتمشيط القرية عن كل قطعة من الخشب والحطب وأخذوها من أهل القرية والمناطق المجاورة. وتقول الرواية الثانية إن أهل القرية لم يتمكنوا من إعداد النار لوقت طويل عقابا لهم من الله على مساعدتهم نمرود في محاولته حرق سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبسبب ظلم نمرود وغطرسته عانى شعبه أيضا. الوجه الممتع في إعداد أكلة سيكوفتي هو استعمال الجليد، وربما أن هذه هي الأكلة الشعبية الوحيدة في العالم التي تستعمل الجليد كجزء من عملية إعداد الطعام. يتم طهي اللحمة المفرومة بعد نصف ساعة من عجنها بخليط التوابل والفلفل الأخضر والأسود، ويستعمل الجليد لتبريد يدي الشخص الذي يعجن اللحمة. ليس الكثير من الناس هنا يعرفون إعداد السيكوفتي، لكن طريقة إعداد هذه الأكلة يعرفها بعض الناس ويتناقلونها جيلا عن جيل. وأصبحت سيكوفتي في منطقة سان لأورفا والمناطق المحيطة طبقا يوميا، خاصة عند وقت إفطار شهر رمضان الفضيل. أما في فصل الشتاء فهي تؤكل في الليل لتزويد الجسم بالطاقة، كما أنها طعام معروف في الرحلات والنزهات. وبجانب مذاقها الرائع يوجد لسيكوفتي فوائد أخرى، فالناس هنا يحبون التجمع في جماعات حيث يساعد كل شخص في إعداد هذه الأكلة. وهذا هو الوقت المناسب لاختلاطهم ببعض وتكوين الصداقات أو تجديدها. عثر على آثار أخرى للملك نمرود في جبل نمرود الذي يبعد 105 كيلومترات عن أقرب بلدة وهي أديامان. تقع أديامان على بعد 1220 كيلومترا من إسطنبول.
يقال إن معبد نمرود موجود في أبو غراب بالعراق، وهو المكان الذي فيه كان نمرود وأتباعه يعبدون الصنم نابو ابن مردود. كانت أديمن والمناطق المحيطة بها ذات يوم تحت سيطرة الإمبراطورية الكوماجينية في القرن الأول قبل الميلاد، ومرت عدة آلاف من السنين فأصبح المكان جزءا من الإمبراطورية البابلية المترامية الأطراف. يقع جبل نمرود عند أعلى قمة في الجبال المقابلة لجبال طوروس وعلى ارتفاع 2100 متر، واكتشفت هذه المنطقة التاريخية سنة 1881. وفي عام 1987 قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة باعتبار هذا الموقع موروثا عالميا. استسلمت الإمبراطورية الكوماجينية للرومان عام 17 للميلاد، ثم ألحق هذا الإقليم بالدولة العثمانية عام 1516. يدعي بعض الناس أن الإمبراطورية الكوماجينية التي ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد أعادت بناء هذا المعبد لأغراض العبادة، كما ادعى اثنان من ملوك كوماجين وهما أنتيوكوس الأول وكالينيكوس بأنهما أحفاد الملك الفارسي داريوس الأول من جهة الأب والإسكندر الكبير من جهة الأم. وفي هذه المنطقة كانت تقام عبادة الحاكم والطقوس الدينية الوثنية. هذه الكتابة القديمة بارتفاع حوالي 5 سنتيمترات هي حروف هجائية في اللغة الهيلينية، وهذه اللوحة تتحدث عن تاريخ ملوك كوماجين وعائلاتهم وقوانينهم وطقوسهم الدينية. حفرت صور الحكام والأصنام على قطع الحجارة أو جعلت تماثيل لكي يعبدونها من خلال الأنشطة الدينية. أصبح رأس التمثال الضخم هذا مقصدا للسياح في هذا المكان، ويوجد هنا 5 تماثيل بشرية وأربعة أشكال حيوانية، ويقول أهل المنطقة إن الأصنام التي يصل ارتفاعها إلى حوالي 9 أمتار فقدت رؤوسها بسبب هزة أرضية عنيفة. وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن هذا الصنم البشري الملتحي هو زيوس. وهذا كما يقول الناس هنا هو الوجه الحقيقي للملك نمرود. وإذا كان ما يقولونه صحيحا فإن ملامح وجهه الظاهرة لا تدل على طبيعته الحقيقية، فقد كان نمرود عنيفا وملكا قاسي القلب، كل رغباته يجب أن تنفذ وكل أوامره يجب أن تطاع، وأجبر شعبه على عبادته، والذين رفضوا ذلك كانوا يقتلون على الفور. عندما نصحه سيدنا إبراهيم عليه السلام بترك المعاصي وبعبادة الله وحده اشتد غضبه وأمر أتباعه بحرق سيدنا إبراهيم وهو على قيد الحياة. فكيف كان سيدنا إبراهيم ذلك الشخص الوحيد الذي تجرأ على مناهضته؟ النبي إبراهيم هو ابن عازر ابن طهار ابن سروج ابن رأوبين فالج ابن أبير ابن شالح ابن أرفخشاد بن سام بن نوح عليه السلام، وهو نبي يحترمه المسلمون والمسيحيون واليهود على حد سواء، وهو أحد الرسل أولي العزم 5، وهم المقربون إلى الله تعالى بسبب صبرهم وعنائهم خلال دعوتهم لعبادة الله. وقد قام ابنه إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب وحفيد ابنه المسمى إسماعيل قاموا جميعا عليهم السلام بمتابعة دعوة سيدنا إبراهيم، حيث كانوا جميعهم من أنبياء الله. وأكثر سمة يتصف بها سيدنا إبراهيم هي تسامحه، وهو لم يدعو الله أبدا لكي يعاقب أو يعذب قومه. ورغم أن نمرود كان يضيق عليه دائما، إلا أن سيدنا إبراهيم لم ييأس أبدا من القيام بمهمته. ورغم أن أباه كان يسخر من جهوده فإن سيدنا إبراهيم كان يعامله بالاحترام الواجب نحو الأب، ولم يتخلى إبراهيم عن الدعاء المستمر كي يغفر الله لأبيه ويفتح قلبه للإيمان الصحيح. وكان يدعو الله دوما كي يهدي قومه ولم يستسلم أبدا
لمشاعر الانتقام أو الحقد والضغينة. لم تتوقف بعثة استكشاف آثار نمرود عند هذا الحد. لقد عثر في الموصل بالعراق على معبد آخر وقصر للملك نمرود. تبعد الموصل حوالي 396 كيلومترا عن بغداد، وهي مشهورة أيضا بعلاقتها بسيرة الأنبياء يونس ودانيال وجرجس وشيت عليهم السلام. يقول سكان المنطقة إن هذه الآثار كانت معبد وقصر نمرود. ويقول البعض الآخر إن هذا المعبد وهذا القصر أعيد بناؤهما بأمر من الملك الأشوري أشور نصربال الثاني، الذي حكم بين عامي 883 859 قبل الميلاد. ويمكن رؤية عدة أجزاء من المعبد بوضوح، لكن ترميم هذا المعبد لم يكن يتصف بالجدية. ومساحة القصر والمعبد تبلغ حوالي 26 ألف متر مربع. وضع هذا التمثال عند مدخل القصر لإخافة الأعداء، وهو برأس بشري وجسم لأسد وجناحي نسر وحراشف سمك، كما أنه رمز لعظمة الإمبراطورية الأشورية. جادل سيدنا إبراهيم الملك نمرود الذي ادعى أنه إله، فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق ويجعلها تغيب في المغرب، وطلب من نمرود أن يغير ذلك فيجعل الشمس تأتي من المغرب. وهذا التحدي ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هذه هي بعض الآثار التي عثر عليها في قاعة العرش، وهي أكبر قاعة في القصر، ويبلغ طولها 45 مترا ونصف المتر، وعرضها 10 أمتار ونصف المتر. ونقش هذا الجدار المرمري وهذه الصخرة برموز الملاحم الملكية والأساطير الخالدة. معظم الآثار التاريخية فقدت أو دمرت وصارت خرابا، وهذا القوس والنقوش هو ما تبقى من الماضي. هذه النقوش موجودة على الباب الرئيس للمكتبة. يبدو هذا النقش الفريد لرجل على أجزاء جدار البئر، يبدو وكأنه حي. وهذا هو مدفن إحدى بنات نمرود، وهي يابايا. عثر على هذا المدفن في حجرة من الجزء الخلفي للقصر، ونحن لا نعرف تماما عدد زوجات وذرية الملك نمرود. يوجد مدفن يابايا في حجرة صغيرة تحت الأرض. ولم يعثر على كفن أو بقايا أخرى في هذه الغرفة الصغيرة المظلمة. وعلاوة على التماثيل والنقوش والمدفن، فإن هذه البئر الصغيرة من البقايا التي احتفظ بها.
يقول أهل المنطقة إن هذا المدفن هو لإحدى زوجات نمرود، لكن اسمها غير معروف. كان قلب نمرود كجدار من الصخر، لم يؤمن حتى بالله تعالى، فأنزل الله عليه عقوبة صغيرة على شكل بعوضة، ودخلت البعوضة إلى أذن نمرود، وشعر نمرود بألم شديد جدا، وصرخ بأعلى صوته، لكن الأوان قد فات على توبته. ومات نمرود أخيرا في حالة مزرية بعد أن عاش المعاناة 3 أيام.